سلامة. غدير أبو بكر من الأردن، ناشطة مجتمع مدني. أنا هون بتونس مع أكاديمية المجتمع المدني. مرحبا، أنا عمر من الأردن، عمري 25 سنة. قبل أسبوع استدعونا أكاديمية المجتمع المدني والتي تقام في تونس هون، ومن حسن حظ اليوم أنه مؤسسة الياسمين استدعونا لحضور ورشة حول المناصرة والمناظرة. وجدان الشبلي من المملكة الأردنية الهاشمية، عمري 23 سنة، مهندسة اتصالات وناشطة في المجتمع المدني. نشاطي في المجتمع هو لتنمية وتطوير المجتمع من خلال دعم الشباب والمرأة لتكون قادرين بالمجتمع تنميته وتطويرته ويكونوا قادرين على صنع القرار. أنا الأستاذ كريم بن هادي من الجزائر، عمري 27 سنة، وجودي هنا بتونس كمشارك في أكاديمية المجتمع المدني. السلام عليكم، سفيان السعودي من المغرب، 30 سنة، مدرب مناظرة مع برنامج صوت الشباب العربي وكذلك مع مبادرة مناظرة. أنا اليوم هنا في تونس في إطار أكاديمية المجتمع المدني كممثل يعني لهيئات المجتمع المدني في المغرب. بعد انتهائنا من مرحلة التدريب النظري جينا لتونس العاصمة في إطار التدريب العملي، واليوم موجودين بجاسمين فونديشن على مدار يومين متتاليين لنأخذ دورة تدريبية بالسياسات العامة وبالمناصرة والمناظرة، بالتالي لتزيد خبراتي أكثر وتساعدني لأكون ناشطة ومتطورة بشكل أكبر. أنا صرت أميز بين المناصرة وبين المناظرة. في البداية كان عندي لبس في هذا المفهوم، عرفت انه المناصره يعني انك انت بدك تخدم على قضيه معينه او مجموعه قضايا، ممكن تكون تعبير عن شيء سياسي، ممكن لحق احد الاشخاص او احد الافراد. ف يعني الحمد لله رب العالمين صرت اميز انا بين الشيء هذا وبين الشيء هذا. كانت لي استفاده كبيره جدا حول تحرير وكتابه الورقات السياسيه وحول كيف بدايه يعني مناصره او مناظره واهدافها وتعريفها وكيف تكسب يعني الحشد أو التشبيك أو التحالفات من طرف الجمعيات للدفاع عن قضية ما. بمحور جلستنا اليوم التدريبية مع المدرب محمد عطيل، ساعدنا أول إشي لنعرف كبداية تعريفية عن أهم المفاهيم بالسياسات العامة، بعدين بعدة نشاطات تدريبية بعيداً عن الإلقاء بس الإلقاء النظري. ساعدنا بتطوير عملي، وهلأ بلشنا بفكرة المناصرة بجميع أساليبها واتجاهاتها. فيما بعد رح نكمل بالمناظرة ورح نقوم بنشاط عملي اللي هو بمناظرة إكسفورد، حيتم تقسيمنا لمجموعات لنعمل مناظرة ليشوف نتائج هاي الدورة التدريبية من الصباح لحد المساء. هلأ في فرق بين المناظرة والمناصرة. المناظرة بتكون بين شخصين، حزب ضد حزب، فكرة ضد فكرة، لكن المناظرة لازم تكون بهدف واحد، يكون في مشكلة بدنا نوصل لحلها ونكون كلنا ائتلاف واحد وحلف أو حزب واحد لنحقق الهدف تبعنا. الأشياء هذه كلها مهمة لنا احنا كفاعلين في العمل الجمعوي باش نستخدموها مستقبلا في عمليات المناصرة لتغيير قوانين أو تغيير سياسات اللي تخدم المصالح ديال المجتمعات ديالنا عبر كتابة ورقات سياسية واستخدام المناصرة وكذلك فن المناظرة في تغيير هذه السياسات وفي صياغة هذه الورقات السياسية. أول شيء رح أبلش بمشاركتي اليوم بمؤسسة جاسمين فونديشن، مشاركة رائعة صراحة، زادت خبراتي بشكل أكبر، يعني تطورت بدل ما أنا أطلع درجة بالعكس طلعت درجتين وثلاثة. كتير رائعة الجو اللي فيها، جميع الموجودين فيها برضو مساعدين وحبابين كتير. بشكل عام بأكاديمية المجتمع اللي أنا عم شارك فيها هلأ صراحة الوضع كتير ممتاز، عم بيساعدونا قد ما بيقدروا وبنفس الوقت عم بيطوروا فينا لنكون إحنا بشكل أكبر وشكل أحسن لنكون في مستوى مطلوب اللي بتسعى إله للأكاديمية. كثير الجو ممتع، كثير الأستاذ المحاضر عنده معلومات كثير قوية. اللي بدي أحكيه إنه أنا هاي أول زيارة إلي لتونس،
وصدقا نحن في بما انه انا من الاردن، بالاردن لسه احنا عندنا مؤسسات المجتمع المدني ما عندها قوه مثل هون. بصراحه مؤسسات المجتمع المدني في تونس ما شاء الله يعني كثير قويه، مثل ما سمعنا ونحن هون في يعني مجتمع في الاردن حكونا انه راح تلاقوا شباب كثير واعي، مؤسسات كثير قويه، فجدا مستمتعين في الاقامه، جدا معلومات قيمه. شكرا لكم على هيك برنامج. مؤسسة الياسمين حسب ما اطلعت على مؤسسة الياسمين لها يعني أهداف ترى إلى المدى البعيد، وأتمنى لها النجاح وأتمنى لها أن تبقى يعني على تواصل مع المجتمع المدني لتحقيق أهدافها، وهي جمعية لها يعني فكر واسع حول أهدافها وحول المجتمع المدني التونسي، وأتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله. سعيدة بزيارتي لتونس وبتمنى أكيد أرجع مرة تانية، وأنا كتير استفدت من التجارب اللي صارت معي خلال الفترة اللي أنا قضيتها هون. كثير أنا مستمتع جدا كمؤسسة الياسمين، عندهم قوة ومقدرة على إدارة ورشات حول المناصرة بأسلوب قوي جدا. أنا كنشكر مؤسسة الياسمين على تنظيم هذه الورشة هذه، وكنشكر الأستاذ المؤطر اللي أطرنا هذه الدورة التكوينية. أنا شخصيا استفدت منه يعني في طريقة التدريب تاعو اللي نقدر نستفد منها أنا شخصيا في التدريبات تاعي القادمة، وأنا سعيد بتواجدي هنا في تونس يعني مع فاعلين من منظمة المجتمع المدني اللي استفدت من التجربة تاعهم وحاولت نفيدهم كذلك من التجربة تاعي أنايا في العمل تاعنا في المغرب. آخر إشي زيارتي لتونس كأول زيارة لإلي، صراحة زيارة رائعة كتير جداً انبسطت فيها. بدعو جميع الشباب إنهم يكونوا فاعلين بالمجتمع ليقدروا يشوفوا ويلفوا بلدان العالم ويتعرفوا على شخصيات من مختلف بلاد العالم، ويكونوا سعيدين ونشطين بالنشاط اللي إحنا عم نعمله ويشوفوا الفرحة اللي إحنا عايشين فيها. تست عادي يعني اوكي عاود كل نعسيب مولا عسلامة يسلمك سلمك